وزارة الداخلية، وزارة الداخلية يمكن دورها دور كبير جدا مع أبنائها، وقدم اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات التحية لشهداء الوطن، ونقل تحيات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الذي وجه دائما بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء الشهداء وأسرهم. وأكد خلال الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية لتكريم المتفوقين من أبناء شهداء الشرطة إن ذكرى شهداء الشرطة ستظل تؤكد على دور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن مصر. خلينا نشوف يعني الموضوع في التقرير ده ونرجع لحضرتكم. في احتفالية كبرى شهدت حضورا واسعا، كرمت وزارة الداخلية أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا كخطوة هامة للاهتمام بأسر الشهداء وذويهم. إن هؤلاء الشهداء الذين سجلوا في صفحات التاريخ بطولات، ستعلم الأجيال أن الخلود مرتبة لا ينالها إلا من وهب نفسه لأمن الوطن فداء، وستظل ذكراهم تدعم وتؤكد على الدور المحوري والفعال الذي يطلع به جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء بحس وطني ضد كافة أنماط وأشكال الجريمة، في مواجهة قوية ضد خفافيش الظلام والإرهاب لحماية الأمن والأمان وأمن شعب مصر العظيم. مظاهر الفرحة لم تفارق وجوه الطلبة وأسرهم، إيمانا منهم باستكمال مسيرة الآباء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. أنا تفوقت وذاكرت واجتهدت عشان أطلع وأخد الشهادة، عشان أثبت له إن أنا قد المسؤولية وإن أنا راجل، وهو يعني أكيد الشهادة حلوة ومحدش بيتمنى الشهادة، الكل بيتمنى الشهادة. بإذن الله أخش الشرطة وأكمل المسار بتاع والدي وهقضي على كل الإرهابيين. ده بيبقى حافز لأولاد الشهيد بإنهم يكملوا مسيرة والدهم. زي ما احنا غارزين فعالي الوطنية وحب الوطن، وهو الحمد لله طلع متفوق عشان يكمل رسالة بابا تامر، وكلنا يعني في خدمة مصرنا الحبيبة. تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الاحتفالية وغيرها التي تنظم لأسر الشهداء للإعلان بدلالة واضحة عن مدى قربها ومعايشتها لأسر أبطال الشرطة المصرية. أحمد فرج، أون لايف.